مساء الخير، حلقة جديدة من يوميات ستار أكاديمي بتبدأ برفقتكم مشاهدينا بهاللحظات. بداية حلقتنا مع صف جديد للغناء مع مدام ماري من تابعه سوا. صباح الخير. كيفك يا قمر؟ انت ما عديك عم بهالبيت. صحتين صحتين. بونجور ستنا. كيفك؟ كيفك؟ بونجور ماري. ستنا انت ست الكل. بعرف بس ماري حلوة. ماري او مدام ماري؟ ماري. ما صحيتي يا مدام؟ شو زايد؟ ما بعرف. عم باخذ انتيبيوتيك. طيب هلا محمد تفضل. بليز بدكم تيب او حكي ما بدي لانه بدنا فريمون بدي اشتغل تقدر نوصل هالجمعه على نتيجه احلى. Ladies first. Ladies. Yeah. روح. يا الله شو موضوع. طلعت معك طوب. فرد فتحة. حضري لي هول. عم تروحي هيك للميلي. ما المي مسكرة مي مع هون مي مي ما عم توصل إلى النوتة يلا مي مي لا آخر ملكت لورا مي اي اي لفوق مي اي كله برا ما في شيء لجوا ضو عيني ما عليه بس فارق 50% الحمد لله نشكر الله مي مش رايحين هيك قدام رايحين هيك مي صارت عزلعي خلص اليوم ما علي غير يوم تعبت يا عيني العاهة ليكو يلي قاعد اتعلم اليوم أكيد. تعلم كتير اشياء لانه عم بتحسوا كيف عم بيفرق الصوت هذا التقدم حنان ورافائيل قرروا يتصلوا بأصدقائهم لهلأ الخبر عادي لكن لما يقرروا يتدخلوا باتصالات بعضهم وياخذوا هن الحكي الموضوع أكيد رح يتغير حنان ضيفك البرايم هيدي عايشة مرة بتخبرين حبيت كتير هالشي ألو ألو وين فاتي حبيبة ديالي سافا سربي مالوحة خبر زوين قولي دغيا الترند العالمي شوفي شوفي ها هو رافائيل رافائيل بغى يهضر معك سربي بسرعه الو قلبك يقبلني سرعه كيفك كيفك صبا انت الحمد لله كنت البارح كنت مريض هلا انت صبا ايه احسن احسن انت منيحه الحمد لله كان قبلكم يلا انا شو بدك بسرعه لانه دقيقه بتخلص راضيه عنا حبيت تحبكم لكن بموت فيكم بتحبينا اكيد اكثر من حنان كم الاثنين الا كيف كنت امبارح الا كيف كنت سرعه يا رفيق شو ما سمعت الو الو قلت لك بنته بدك تيجي على المغرب ايه على راسي بس خلص صوتك كثير حلو مان مش ماشي يعني انت كثير حلو فادي انا بتجوزي صوتها يعني بتبين مغربية عم تحكي لبناني انت بتبين لبنانية هي بتبين انه مغربية عم تحكي لبناني ما تغاري ما تغاري ما تحرق انبسطت انبسطت لما حكيت معك صوتها كتير حلو انا بموت بالصوت الحلو على التليفون يعني
شو الوضع مان؟ شو يا حبي انت كله تمام؟ تمام راضيين عنه؟ والله طاير 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 ليك بلبنان بلبنان الاصداء حلوة؟ عم تحكي يا زلمة لبنان كله لبنان معك كل لبنان كل لبنان كل لبنان مان وخلي لي اياك يا قلبي انت شو بك يا زلمة شو عم تحكي يا مان؟ وحنان بتسلم عليك سلم عليك كثير حنان بتعرفها يا مهضوم كيف؟ بتعرفها لحنان يا مهضوم برافو برافو يلا حبيبي يلا يلا بتعرفها لحنان ببركي ما بيعرفك ايه؟ حبيبي دخلت تاني العالم يلا يلا يا الله شو بهديها دخيلي اجريكي يا فاتي شو قلت هلا قالت لي الحقيقة بتكذب علي في روح اعمل رجاليف بنزل يلا طير طير تن ترارا تا 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 حي 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 ترارا تا 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 ترارا تا 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 ترارا تا 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 ردا تا 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 ترارا تا 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 ترارا تا 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 ترارا تا 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 يا مهضوم ردا تا 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 Thank you. Thank you. نتوقف مع أول بريك مشاهدينا ونرجع بحلقتنا. منتابع حالة الليلة من يوميات ستار أكاديمي مع الاتصال الهاتفي اللي بيجمع الطلاب بأهلهم. دنيا برد الدنيا برد وعم خليل بيسقي الورد الدنيا برد يا عم خليل تسقي الورد يا عم خليل الدنيا برد يا عم خليل تسقي الورد يا عم خليل هوا يا هوا يا نسمة صيف رايحة تعدي على روحي وحبيبي قوله يا هوا وياك رسالة ورد يمكن يقرا ويجي حبيبي وحشاني عيني زي اليومين دول عشنا مع بعض حكايات أنا كنت لما أحب أتونس معاه أنا كنت باخد بعضي واروح له من سكان آخ 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 قلبي سألوني منين أصلي ومذهبي ومين أمي ومين أبي أنا أمي الأرز وموطني لبنان وجامع بدمي دين عيسى والنبي ألو ألو حبيبي هسوم صباح الخير صباح الخير اسمعني عندي لك نصائح مهمة على الأخر لازمك تتبعها خاطر راهو نتعاملوا مع فنانين كبار وبرشا ناس موسيقيين قاعدين يقيموا فيك ويتفرجوا فيك 24 ساعة يعني جمهور المغرب العربي كل يدعم فيك وخاصة يعني الليبيين يعني من ليبيا كل يعني حاطين أملهم فيك كل إن شاء الله يا ربي إن شاء الله يا ربي شرفهم وشرف تونس كل بص هقولك مبروك يا حبيبتي إنك رجعتي تمام كده ماشي عايزك بقى تقوي كده يا دينا وتكملي وخلي عندك ثقة في نفسك أقسم بالله الجمهور اللي مرجعك اوعي تفكري اي حاجه الفانز هنا بهدل الدنيا لما قلت لهم اقطعوا التصوير فهماني قالوا لي لا مش هنقدر نقطع التصوير دي دينا بتاعتنا واحنا هنقف في ظهرها وهنعمل ونسوي مش قادره اقول لك بتوع ليبيا وتونس عملوا ايه واهل نسيم عملوا ايه عشان حبيبي ربنا وهنا الفانز عمل ايه حبيبي يعني ده فانزك وده اللي مرجعك خلي عندك ثقه في نفسك حاضر حاضر ماشي حاضر وكده يا دينا انا عايزاك الفاينل ان شاء الله يا حبيبي ما تخليش اي حد يحبطك ولا كلام اي حد يحبطك حاضر حاضر احنا فاهمين كويس مين الوحش ومين الحلو وكل الناس هنا فاهمه حاضر يا اي كلمه هتتقالك زي اللي اتقالت امبارح عادي جدا حاضر يا ماما حاضر ماشي ماشي حبيبتي ان شاء الله ماشي ان شاء الله ومش عايزه دينا تكتئب خالص ولا تزعل من اي كلام انت مش قاعده في بيت حد انت قاعده في بيتك
ماشي حبيبتي حبيبتي. الأساتذة كلهم مبسوطين بيكي وفرحانين بيكي وهم اللي مقعدينك وهم عايزيني. الحمد لله. يبقى أنا أعمل للأساتذة اللي هم عملوا لي قيمة وعملوا لي وكوموني أرضيهم. حاضر يا أمي حاضر. ماشي؟ ماشي. مش هقولك أكتر من كده. حاضر. سلميلي سلميلي على أخواتي. ماشي حبيبتي. سلميلي عليهم وقولي لهم سنة سعيدة عليهم يا رب وربنا يخليهم لي ويخليكي لي يا أمي. وسلميني على هوبة أختي هبة. حاضر يا حبيبتي حاضر. بس أنا عايزاكي تحطي في دماغك يا دينا إن أنت راجعة بجمهورك. حاضر حاضر. الناس كلها زعلت أول ما قلت لهم وقفوا تصويت. قلت لي أنا قلت لهم يوقفوا تصويت لأني كنت عايزاكي تيجي. كنت عايزة حد يصوت لك. كله قال لأ ما ينفعش دينا لازم تكمل. وما سمعوش كلامي وقعدوا يصوتوا لك وعملوا لك حملات خليك واثقه في نفسك واثقه في جمهورك واثقه ان انت طالما في ستار اكاديمي لازم تعملي حاجه كبيره. اعملي قفل كويس و بس واهتمي بنفسك واهتمي بصوتك بس. ما انت بتتكلمي بالطريقه دي ليه؟ مش مبسوطه؟ لا مبسوطه بس هي قالت لي على كذا حاجه كده برتبها في دماغي هعملها ازاي يعني. قالت لي على حاجات لازم يعني قاعدة عمالة أفكر يعني هل هقدر أعملها أو لأ ولو هقدر أعملها أعملها إزاي يعني قاعدة بفكر يعني عايزة أرضيها بس مش عارفة إزاي على إيه؟ يعني إزاي في الأكاديمي مش عارفة بس على نفس هنا يعني؟ لا خالص هنا. اتصال دينا بوالدتها ما كان اتصال إيجابي وخلى دينا تزعل أكتر. فشو يلي صار؟ قالت لي ركزي أكيد طالما أنت في البرنامج اللي هو دلوقتي بقى الناس حباكي والناس عايزاكي. ركزي يا دينا في بالك. ركزي في حياتك. نامي بدري. دي قالت لي هانت برضو. ركزي في مصلحتك. ركزي أكيد طالما أنت في البرنامج اللي هو دلوقتي بقى الناس حباكي والناس عايزاكي. مهم إن أنا ربنا بيحباني إن صوتي طلع يعني. يعني ازاي كنت في بروفا الصبح ما فيش صوت وبالليل طلع الصوت في البرايم مش عارفه. لا انت يوم الاربعاء كنت مش موجوده والخميس والجمعه الصبح برضه. خدي بالك خدي لوزه. قلت لي حاجات كتيره بس كانت الاربع دقايق. بس هي يعني بتتكلم برضه بالراحه بس 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 قالت لي حاجه بزعيق كده بس يعني بزعيق بالراحه يعني. يعني كلمتني فيها كذا مره بس مش بايدي يعني. كلمتك على حاجه على البرايم؟ لا ما ماما كل اللي قالته على التصويت وصدقي وقالت لي واثقه من نفسك. التصويت ده كله جاي لك من الجمهور. ما تصدقيش اي كلمه تتقال لك. التصويت ده كله جاي لك من الجمهور. انا بوضح لك اكيد طبعا يعني اني اكيد هنا عشان هادي شرارة امبارح قال يعني خساره ان ايهاب مشي و لما يوم علي مشي قال برضه خساره بس هو بيقول في اصوات اضعف. قالت لي ما تزعليش من اي كلمه اتقالت لك. ما تحبطيش. قالت لك دينا بس انا حاسه الكلام اللي هو ماما قالت لي ما تضايقيش من اي كلمه اتقالت لك حبيبتي. خليكي واثقه في نفسك. انا مش عارفه مش عارف ما بقتش عارفه دينا. انت في برايم 13 بالظبط. ما تفكريش في الاكاديمي خلاص. ما تفكريش في اي حاجه في اي يعني حاجه يعني. انت غني كويس وبس يعني. انت صح حاله مش حالتي يا هايدي. انا ما بقتش في حالتي بجد. حاسه ان انا بقيت عندي انفصام في الشخصيه. ما بقتش عارفه اتكلم يعني. انت كده جنب الجرجان يعني. ما بقتش عارفه اتكلم مع ماما ولا عارفه اتكلم مع الناس ولا عارفه اتعامل هنا في الاكاديمي ولا عارفه انت بس يعني تعبك ومرضك هزك نفسيا. حسيت ان انت ليه تعبانه ان انت صوتك دايما مش طالع. انت هنا فكري ان انت هنا ولازم تعملي كويس عشان الناس اللي بتحبك. بس انت كل حاجه خلاص يا جماعه. احنا داخلين يعني احنا كلنا نوصل البرايم 13. سواء انا طلعت نومينيه ما طلعتش هو اي حد طلع خلاص يعني كلنا الحمد لله وصلنا مرحله فظيعه. كمان مره رح نتوقف مع بريك وبنرجع لاخبارنا.
عودة لمتابعة حلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي. الأكاديمية شهدت احتجاجات واعتصامات من الطلاب، فشو كانت المطالب؟ كادويات. تعال نعمل شو؟ إدراك. مظاهرة. مظاهرة. يلا أوكي يلا. يلا عالكم. التليفونات. هات التليفونات. هات الكاتشات اللي تحت. هات التليفونات. كادويات. كادويات. تعال غير غير غير. مش عايزة غيرك انت والله انت والحب كله وانت الناس كلها. إدارة الأكاديمية استجابت لمطالب المعتصمين وقررت توزع هدايا الفانز عليهم، ومثل العادة الفرحة عمت من جديد بالأكاديمية. أجمل نساء الدنيا.
إيهاب دينا أنا هنا يا غبي يا غبي أنا وإنت خليك حبوب لنضل نحبك اضبط نفسك لاظبطك اتمسى وقول يا مسا اتعشى وقول يا عشا مروان حنان الله يوفقك حبيبتي تستاهلي كل خير اسف الهيدويه جاني المغربي موني ودينا من السعوديه وميمي واو ثانك يو يا هوبا واو ليالي من البحرين اوف 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 ليك شربت الثياب حلو جدا خبرني مو ده واو انا عباس البرنس والملكه ميرسي دينا ميرسي دينا ثانك يو ميرسي للسي بي سي ثانك يو للسي بي سي سي بي سي ثانك يو اخر بريك بحلقه الليله وبنرجع على الاخبار خليكم معنا مشاهدينا فيكتور كيروز وفريقه وصلوا على الأكاديمية مثل كل أسبوع ليقوموا بجلسة ريلوكينج جديدة للطلاب هترجعي سودا يا دينا؟ أخيرا فهمت تركيب الشعر؟ حنان تو فا بيان؟ الحمد لله يلا 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 لابسوا فنوار أص عطيني المكنة أصفل ريا شاب And I know she'll be the death of me At least we'll both be numb And she'll always get the best of me The worst is yet to come But at least we'll both be beautiful And stay forever young This I know This I know She told me don't worry about it She told me don't worry Death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Cause I know, girl, I know. She told me don't worry. يلا عشان فيكتور مستنيك يعمل لك نيوبر روح غسل شعرك روح شو بدك تعمل؟ اعمل اي شيء التندل اللي نازله دي الشمسيه اللي نازله دي خط احمر ايوه عرفت كيف؟ ما بده القص نسيم لا بدهم ما بدك ما عملنا لك ريلوكينج ما بتتذكر اول ما جيت كانوا شعراتك قصار قلت لك انت لازم يطولوا شعر قصير ما بيزبط عليك لا بتشد الاثنين مع بعض يلا جلس
ما انا كرمالك عم نعملهم طوال، شو كرمالي؟ تعرف شو اذا انت قصرت هول الاثنين كثار بيبينوا طويل؟ لا 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 ما بيبينوا طويل؟ هم فينا نضيق اكثر. ليش؟ ما كانوا هيك يا بيكي، كانوا هيك يا نسيم. خليني ظبطهم. يلا دينا نشوفك الجمعة إن الله راضي. أذكرك وانت نسيني. حلقتنا لليلة انتهت، ما تنسوا تصوتوا لدينا ورفايال، هن متكلين على تصويتكم، وأنا بلاقيكم بكرة. باي باي. شوفك بكل لبن الشوق يندهني لك، الشوق يندهني لك، الشوق يندهني لك، عزت نفسي تسمح لي انسى جرح وركض عليك مع انك قلبي جرح، قلبي عم يوجعني عليك، عم يوجعني عليك. عزت نفسي. تعال شوف، بليز بليز دوت، انا ما بعرف. بليز بليز بليز.